زي ما احنا عارفين يا جماعة ان الحوافز دايما بتكون محرك قوي ودافع قوي للاشخاص علشان ينجزوا ونقدر اللي احنا يعني نعظم من الاستفادة في بالتأكيد الموارد البشرية تحديدا. وانطلاقا من المبدأ ده، مجلس الوزراء وافق على اعتماد السعر الاسترشادي للقمح للموسم اللي جاي، وده ب1000 جنيه للإرداب علشان دعم المزارعين وتشجيعهم على زيادة المساحة المزروعة من القمح علشان يكون عندنا معدلات إنتاج وتوريد كبيرة خلال الموسم القادم في ظل أزمة الغذاء العالمية اللي موجودة في العالم ككل ولا يتم منها استثناء أحد. خلونا نعرف تفاصيل أكتر من خلال الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة. صباح الخير يا دكتور محمد. صباح الخير يا فندم، أهلا وسهلا بحضرتك. يعني سعر إرداب القمح السنة دي يعني في حدود تقريبا من 885 جنيه بنتكلم أو بنبدأ الكلام في سعر إرداب هذا العام، لكن الحكومة قررت أن السعر الاسترشادي للموسم القادم يكون 1000 جنيه. هل رفع السعر ده شايف أنه هيكون حافز أو بمثابة حافز قوي للمزارع علشان نوسع من مساحة الأراضي المزروعة في بالقمح؟ يعني الاول اسمح لي اشكر حضرتك يا استاذ صمد، والحقيقه احنا جهود الدوله كانت كبيره في الفتره الاخيره لزياده المساحه المزرعه بالقمح وزياده المساحه المزرعه عموما والمساحه المنتجه. طبعا الدوله عملت استثمارات كبيره وضخت مشروعات كبيره لتعظيم انتاجيه الارض عشان يعود بالنفع على الفلاح، اضافه الى مشروعات لزياده الانتاج في مناطق جديده زي المناطق الصحراويه اللي بدانا ندخلها في عمليه الانتاج. نتج عن ده ان احنا زرعنا العام الماضي 3 مليون 659 الف فدان، وده كان رقم الحقيقه رقم كبير جدا مقارنه باي عام سابق. كان نسبه التوريد بتاعتنا السنه دي تجاوزت ال 4.2 من 10 مليون طن، وده كان رقم ايضا رقم كبير. الدوله انشات مجموعه من الصوامع واماكن التخزين للاقماح، طبعا ده رفع الطاقه الاستيعابيه بتاعتنا من 1.2 من 10 مليون طن، لان احنا بنقدر نخزن هذا الرقم ونقدر نزود كمان نتيجه زياده الطاقات الاستيعابيه اللي نفذتها الدوله في خطه انشاء الصوامع. طبعا ده كله انعكس بشكل ايجابي ان احنا عندنا فرص لزياده امكانيه زراعه القمح، وطبعا ده علشان نحفز الفلاحين ونساعدهم على مواجهه التغيرات اللي موجوده في الظروف المعيشيه والازمات الدوليه. فتم رفع السعر من 885 جنيه الى ان احنا وصلنا ل 1000 جنيه، طبعا ده سعر استرشادي، ممكن يبقى فيه زيادات اخرى، ولكن احنا بنتكلم على السعر اللي اعلن 1000 جنيه. ده رقم الحقيقه رقم مميز جدا للفلاح، يخدم الفلاح بشكل كبير ويساعد الفلاح على الزراعه وعلى مواجهه كل الاعباء، والرقم ده كمان يساعده على التوريد للدوله المصريه. طيب دكتور محمد، بعد التحيه، يمكن طبعا فكره رفع سعر الارداب بالنسبه للفلاح اكيد خطوه مهمه جدا ويعني تعتبر حافز قوي جدا عشان نقدر ان احنا نزيد من المساحه المنزرعه، لكن كمان كان في مشكلة تانية الحقيقة بتواجه يعني زارعين القمح، وهي فكرة توفير التقاوي للفلاحين. خطة الوزارة لتوفير التقاوي للفلاحين ايه يا فندم؟ يعني طبعا الحقيقة احنا عندنا بالنسبة لفكرة توفير التقاوي، احنا كان عندنا بعض الفلاحين بياخدوا التقاوي الكسر اللي هو نتيجة الزراعة بتاعتهم ويبدأوا يستخدموها في الزراعة في الموسم المقبل. طبعا ده كان له أثر مش إيجابي على زيادة الإنتاج للفلاح، بيقلل من إنتاجه بشكل كبير. طبعا احنا قمنا بتعظيم انتاجنا من التقاوي، احنا كنا بننتج فيما مضى حوالي 28000 طن، دلوقتي احنا وصلنا ل 128000 طن، وده رقم الحقيقه رقم كبير. بنقدر ان احنا ندي بعض التقاوي بشكل مجاني لبعض المناطق الحدوديه عشان نساعدهم على زراعه الاقماح. المناطق الموجوده بنعمل لهم حاجه اسمها الخرائط الصنفيه في الوادي والدلتا علشان نحدد التركيب الامثل او النوع الامثل من تقاوي القمح اللي نقدر نزرعها، بحيث ان احنا ما يبقاش فيه اي اصابات او اي اضرار قد يتعرض ليها المزارع، لان طبعا الزراعه بتتوقف على الموقف المناخ او موقف الظروف الجو في المنطقه اللي هيزرع فيها، نوعيه التربه، نوعيه الميه. فافضل نوع بيدي انتاج في كل منطقه بنبدا ندهوله في ضمن عمليه توفير التقاوي، وكمان بنوسع التقاوي المعتمده بحيث ان احنا نزود نسبه التوزيع من التقاوي المعتمده اللي تقدر تدي انتاج اعلى للفلاح، وده كله بينعكس بشكل ايجابي على الفلاح، ممكن انتاجه يزيد له 2-3 ارداب نتيجه بس استخدام نوع جيد من التقاوي او التقاوي المعتمده. طبعا احنا بنوفرها من خلال وزاره الزراعه، وزي ما قلت لحضرتك احنا عندنا حجم كبير من التقاوي بنقدر ننتجها ونوزعها للمحافظات، وكمان في نفس الوقت برضه بننسق مع بعض الشركات اللي بتقدر توفر التقاوي بحيث انها تقدمها للمزارعين وتبقى كلها بمصادر موثوقه وباسعار مناسبه. طيب دكتور محمد، يعني انا اتحدث واتذكر جيدا
أثناء افتتاح مستقبل مصر كان في توجيه من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لوزير الزراعة خاص بالتقاوي المعتمدة تحديدا وتوفيرها بشكل يعني يغطي نسبة المزارعين 100% إن أمكن علشان يكون عندنا وفرة وإنتاجية أكبر من المحاصيل. فعاوزين برضو نعرف السادة المستمعين بقى المزارعين اللي بيشاهدونا دلوقتي علشان ندلهم على أماكن بيع التقاوي، وهل هيكون في نوعيات جديدة لزيادة التقاوي المعتمدة دي خلال الفترة القادمة يعني ذات إنتاجية أعلى؟ طبعا احنا مستمرين في التوسع في زيادة إنتاجنا من التقاوي بشكل كبير في المستقبل، وشغالين على ده بشكل كامل، سواء تقاوي المحاصيل الحقلية أو حتى تقاوي محاصيل الخضر والفاكهة اللي أطلقنا لها مشروع اسمه مشروع توفير تقاوي الخضر والفاكهة محليا. نعم. وبالفعل احنا وفرنا عدد كبير من التقاوي لأصناف متعددة، يمكن أكثر من 10 أصناف وفرنا لها تقاوي، وأكثر من 20 هجم مختلفة بقت موجودة. ده بالنسبة للخضر. لكن بالنسبة للقمح، وده الموضوع الأساسي بالنسبة لنا دلوقتي، إن احنا بالفعل ضعفنا من إنتاجنا بشكل كبير جدا، ويقدر الفلاح يقدر يتواصل مع مديرية الزراعة أو مع أقرب إدارة زراعية ويطلب التقاوي، وبالفعل بيروح حصص من التقاوي لكل مديرية زراعة وكل إدارة زراعية، وبالتالي في كل جمعية زراعية يقدر يوصل ليها الفلاح يقدر ياخد التقاوي بشكل الاحتياجه اللي يكفي احتياجه. كمان في نفس الوقت احنا عندنا مجموعه من المنافذ المفتوحه والموجوده في عموم الجمهوريه من خلال الاداره المركزيه لانتاج التقاوي، اللي يقدر برضه من خلالها الفلاح يشتري بشكل مباشر التقاوي بتاعته. فالحال بدائل موجوده. معلش سؤال ثاني يا دكتور محمد، هل في حصه محدده لكل فلاح ولا الامر متروك حسب المساحه المنزرعه يعني؟ لا طبعا، هي احنا على حسب طلب الفلاح الكميات اللي هو بيحتاجها، لكن طبعا بيكون موجود في الاداره المختصه او في مديريه الزراعه الفنيين والمتخصصين اللي يحددوا الفلاح كمان احتياجاته ويساعدوه بناء على طبيعه الارض وبناء على طبيعه التربه وبناء على نوعيه الزراعه اللي هيزرعها، يحددوا له احتياجاته من التقاوي اللي يقدر ياخدها عشان يقلل من حجم الانفاق بتاعه ويرشط من الاستخدام بتاعه بحيث يكون افضل انتاج ممكن باقل تكلفه ممكن. طيب دكتور محمد، كنا سمعنا كلام عن انه الوزاره هتقدم دعم مادي للمزارعين، عايز اعرف من حضرتك مدى صحه هذا الخبر. لا الحقيقه الوزاره مش بتقدم دعم مادي، لكن احنا عندنا انواع مختلفه من الدعوم اللي بنقدمها للفلاح المصري. زي احنا بنقدم له اسمده، الاسمده المدعمه دي بالحقيقه بتكلف الدوله ارقام طائله، وده بيعتبر نوع كبير من انواع الدعم. زي مثلا احنا عندنا النهارده ممكن تلاقي طن السماد بيتباع في السوق العالمي بحوالي، بيوصل في بعض الاحيان لاكثر من 15000 جنيه، النهارده احنا بنوفره للفلاح ب 4500 جنيه، فالحقيقه فرق كبير جدا في السعر، وده بنكون حريصين على توصيل الدعم للفلاحين والاسمده للفلاحين بصوره جيده. الحاجه الثانيه احنا بنقلل من اسعار التقاوي، وده طبعا نوع من انواع الدعم اللي ممكن يحصل على الفلاح، لان هو بنقلل من تكلفه شرائه للتقاوي. الحاجه الثالثه ان كمان الدعم الفني اللي بنقدمه له من خلال مديريه الزراعه وادارات الزراعه اللي بينزلوا بيقدموا التوجيه للفلاح، حتى الدعم في البحث العلمي اللي ممكن ما يكونش دعمه مباشر للفلاح ولكن له اثر ايجابي مباشر على الفلاح، يعني لما طلع له تقاوي معتمده وتقاوي اساس من اصول جديده واصول تقدر تتحمل الظروف الحاليه، بالتالي تزود له من حجم انتاجه. ولو اتكلمنا ان في زياده بس 2 ارداب وفقا للسعر الجديد، احنا بنتكلم ان يكون في يعني مبلغ كبير، يعني حوالي 2000 جنيه بيحصل على الفلاح زياده لمجرد بس ان احد العلماء او المراكز البحثيه قدر ان هو يطلع نوعيه جديده من التقاوي، حتى لو هتقلل استخدام الاسمده او المبيدات ايضا هيبقى ليها انعكاس ايجابي على دخل الفلاح. فالحقيقه مجهود الدوله المتكامله في تحقيق خدمه الفلاح بشكل افضل، ده بيحصل من خلال التنسيق، وده كله بينعكس على الفلاح والمزارع المصري. بكل تاكيد يا فندم، نشكر حضرتك جزيل الشكر الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزاره الزراعه.